بس زيتون ولوز. حكيت شي معه؟ لا. كان مسلح؟ ما بعرف. يمكن. وانت وين شفته بالضبط؟ قلت لك هني. ايه كان هنيك عم يمشي تقريبا بهالمنطقة. وكان لحاله؟ صباح الخير مروان. صباح الخير عمو. كيف الصحة؟ لازمك شي؟ الحمد لله، أنا مش لازمني أي شي يا مروان. شكرا شكرا. العسكر سألوني عليك مروان. شو قلت لهم؟ أنا ما قلت لهمش ولا شي. ما قلت لهمش أي شي. أنا ما أعرفش إنك وين تعيش ولا أي شي. أنا غير راضي مروان على اللي أنتوا بتعملوه. أنا بعرف أنت خايف عمو، بس كل شيء دا يصير أحسن. الأشياء من قبل مروان كانت أحسن، كانت مليحة، كل شيء كان في مكانه صحيح. دلوقتي الأشياء تغيرت، كل شيء مختلف، كل شيء مختلف. أنا رايح على المدينة، أروح أجيب أخوي، أجيبه لهون، هون أمان أكثر. دير بالك. دير بالك في دوريات على الطريق. على الطريق بقدر اجيب لك شوية ادوية، لازمك شي؟ شكرا يا مروان شكرا، مش لازمني أي شيء. سيبوني في حالي يا مروان. سيبوني في حالي. وكمان يعني أنا مش عاوز أشوفك، لا أنت ولا أخوك يا مروان. السلام عليكم. يا عمو.
جمال وينه سمير؟ وينه سمير؟ وينه سمير؟ جمال وين سمير؟ وينه اخوي سمير؟ كان لازم يقطع معه هون. وينه سمير؟ جمال وينه سمير؟ وينه سمير؟ يشهد تقلص المناطق التي يسيطر عليها العقيد القتل القذافي لصالح الثوار. فالقذافي يسيطر على العاصمة طرابلس وسرت وسبها وصبراتة والخمس وزليطة، وباستثناء رأس لانوف وميناء سدرة النفطيين أصبح الشرق بأكمله محررا، وأهم مدنه بنغازي ودرنا وال زيك يا كلبة. Thank you.
ولد يا ولد. يا عايشة مع أخوكي هون؟ أنا مو بيتي، بيت أبي. أنا كنت عايشة بتركيا بس أخواتي الاثنين مسكوا، مشان هيك رجعت ساعد أبي. وين أبوكي؟ أبي مات، كان مريض. انت لوين رايح؟ انت تدرسي؟ ايه. لا وقفت فترة بس رح ارجع كمل. شو بتدرسي؟ صيدلة. صيدلة؟ والله هني عم يدوروا عليك صح؟ لازمني حدا بيعرف المنطقة منيح، لازم اقطع الوادي، ما بقدر اطلع على الطريق العامة، عندي شوي مصاري. بتعرفي حدا؟ ما بعرف حدا. جرب سأل راعي الغنام، شاب صغير ساكن فوق قريب من الضيعة، بس هون الناس ما بيوثقوا بالغربة. حق معهم. انتي مع السوق؟ كل ما لكم عم تقربوا اكتر. احيانا بسمع صوت القواس من هون. ما حابب تحكي؟ ما تخافي، ما دايجوا لهون. تعرف اخي كان عمره 15 سنة وقت المسكوا، وما بستغرب ابدا اذا بيمسكوني انا كمان مع اخي الصغير. ما يمسكوكي، ما تخافي. شو عرفك؟ مين راح يساعدنا؟ انت؟ لازم نحكي بهالشغلة هلا؟ جيك جواب عدالة حرية، مش ما بدك تسميها سميها. طبعا شو عم تحكي انت؟ عدالة حرية؟ حتى بالطبيعة ما في عدالة، ليش تكون موجودة هون؟ انت ما بتعرفي شو عم تحكي. اشرح لي لك، فهمني. صراحة مالي قلب اشرح لك شيء. انا ما بهمني رأيك، ما بهمني ابوكي، ولا بهمني اخواتك.
أنا تعبان. بدور على أخوي. بحاول أجيبه معي على الجبال. ما بعرف وينه، وما بعرف إذا تأخرت عليه. معنى السيجارة؟ أنا لازم أحكي معك هيك، أنا تعبان كتير، شكرك إنه تخليني أنام هون، شو الساعة؟ حوالي 3. هذا وجه الصباح، على طول تكون الساعة 3، يا بكير كتير يا متأخر كتير، لأي شيء بدك تعمليه، معي شوي مي؟ إيه روح اشرب. I would like to apologize upon that man. We did a form in the house did. In those cloudy countries where the horses lay and the moon reared like an egg.
side of the fatherland. I would like to elegize upon that man. To carry his coffin like a cigarette. Raise my trousers and whisper. Lord. Lord. Dispatch me with your goods somewhere else. Write my name down on the hooves of your horses. Transport me like a storm over rocks. The sands in my country cannot read, and the dust will not like the eyes of a chipmunk.